السلام عليكم خوس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو هذا بكامل الصحه والعافيه باذن الله وحوليه. اليوم جبت لكم سفيان من مورا ما كتصيفطوا لي لي ميساج بزاف وكتسولوني عليه بزاف، كيبقى سفيان؟ شنو كاين عند سفيان؟ ها هو جا اليوم غادي يعاود لكم كلشي بالديتاي الخوت. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم وعلى الميساجات الزوينين ديالكم وعلى الدعم المعنوي اللي عطيتونا، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. يحس لينا الشرف اننا يكون عندنا بيبليك بحالكم والله. اش غنقول لكم الخوت، نخليكم مع سفيان واخا هو ما قادرش ليه يهضر من حتى حاجه. جيت نضم انكم على الحاله الصحيه ديالو، السخانه بدات كتنخفض واحد شويه بحيث انها كانت طالعه لي 40، دابا ولات 37 بحال هكا، كتلعب ما بين 39 38. الحمد لله ولله الحمد الخوت. ربي اللي بغاه يمرض، هادشي ديال الله، ما غاديش نوقفوا ضد داكشي اللي باغي يصيد ربي. الحمد لله ولله الحمد الخوت. نخليكم هو غادي يقول لكم شنو بيه خوتي، وهو غادي يعاود لكم وغادي يقول لكم داكشي اللي كان ضارو والحاله ديالو كيفاش كانت فهاد المده هادي والحاله ديالو كيفاش كانت فهاد المده هادي وفهاد الوقت هذا كيفاش دوز البارح واليوم هاد اليومين هادي. نخليكم معاه خوت هو غيعطيكم الكلمه كيفاش بقى وكيفاش تدهورات الحاله ديالو وشحال من حاجه. السلام عليكم خوتي، اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ بخير العائله الفاميلا كلكم لاباس عليكم. المهم بغيت نشكر الناس اللي سولوا فيا بزاف والناس اللي كيطلبوا ليا بالشفاء وفي اقرب وقت، وكنحبكم كاملين الخوت وراكم في القلب كاملين الخوت. والحمد لله المرض كيدوز منه اي واحد الخوت، غير المرض اللي دزت منه انا اللي صعيب بزاف الخوت. الواحد صعب عليه بزاف، كرهت راسي النهار الاول، نهار جديد ديك الميكا ما عرفتش انا شنو فيها بزاف د الحوايج. ولكن رغم ذلك الحمد لله ربي شافاني الحمد لله وغادي بخير الحمد لله. الفيديو اللي كانت لاح قبل الخوت والله الا بزاف، لواحد الدرجه كنحس بالموت، كنت كنحس بها، ما كنتش كنقد كاع نخرج الهضره بزاف، وسميتو كنت كنقول اليوم غدا غادي نموت الله يحفظ، ولكن ربي مازال مكتب لي العمر. معكم الخوت، وكنحب الناس المغاربه والناس اللي في الجزائر وكاع الناس اللي متابعيني. واش غنقول لكم الخوت؟ الغالب الله، هذاك الشيء السحر يبقى سحر، يبقى اي حاجه، ولكن انا ما كنامنش بداك الشيء. واخا هو كاين داك الشيء، ولكن ندمت على النهار الاول اللي شديته انا ودخلته للدار عندنا الخوت. ما عرفت انا واش مرضت بسبب ديك الميكا ولا مرضت مرضى عند الله سبحانه وتعالى. شدتني السخانه الخوت بزاف، واحد الدرجه اللي بزاف الخوت شدتني السخانه بزاف. قلت لكم انا في الفيديو اللي فات مشيت عند الفقيه، قال لي هذيك سميتو ديها عند ديال لوحه في البحر ولا لوحه في البركاس ولا ما عرفت شنو. جيت الخوت راني ملي جيت لقيت ما كايناش ديك الميكا، هي لا حتى ما عرفت فين دارت، كنت درتيها انا قلت لي لحتى في الطار والخوت، وكنت خرجت عندي كميحه ولحتى في الزبل. يا واش نقول لكم الخوت، وفقت لقيت راسي هاد النهار هذا بخير وعلى خير شويه، وغادي كنتحسن الخوت، وباقي في الحماس الخوت ديال الفيديوهات، وبغيت نرجع لذوك الايام ديال الفيديوهات اللي كنلوح لكم زوينين وهادي وبرانكات وديك الضحك والنشاط. ولكن ربي بغى لي هكا الخوت، ودزت من هاد الازمه هادي الحمد لله، ما طرش شي حاجه اللي خايبه بزاف الحمد لله. شتاتني غا السخانه ومرضت شويه، ونتمنى من قدام مازال تشوفوني الخوت في فيديوهات ان شاء الله يكونوا زوينين. وسمحوا لينا بزاف لان كنكثروا عليكم من بزاف الحوايج ديال يعني الحوايج اللي سيئه، ماشي الحوايج اللي زوينه ودير النشاط وكذا. ولكن كنوعدكم الخوت من هنا قدام ان شاء الله غتشوفوني انا وايا في احسن صوره الخوت، وفي احسن بلاصه، وفي احسن اي موقع غتلقونا فيه اللي غنكونوا فيه زوينين، وما غيكونش فيه هذا الشيء ديال الحزن وديال بزاف الحوايج الخوت. وبالنسبه لهاد النهار هذا بغيت نعاود لكم على اساس ديك الميكا الخوت، دابا صافي مابقاش غنطلق على ديك الميكا ولا ندوي درس هذا دوزته الخوت. ما كانش عليا شحال من واحد كان جا عندي للدار الخوت وقالوا لي برا ما كانش عليك تهز ديك الميكا، لان ديك الميكا ما كتهزات ما خصكش تهزها وتدخل عندك للدار وعندك بنت ونتايا وهادي صعيبه عليك، كان عليك تهزها من تما او تهبط للزنقه وتلوها. شي كيقول هكا الخوت، شي كيجي عندي قال لي كان عليك حاشاكم تبول عليها وتفتحها وتعرف شنو فيها، كاين اللي قال لي قرا عليها ثلاثه الصورات. ولكن هادشي كامل الخوت ما درتوش انا، لان كان راسي
دارني وبزاف د الحوايج وكنت مخلوع ومستريسي على بنتي وبزاف د الحوايج وعلى مراتي وكذا، ولكن كنشكروا الناس اللي وقفوا في جنبي والناس اللي ولو ما يعني شنو نقول لكم الناس ما جاو عندي يعني ينصحوني بشي نصائح ولو ما عاونونيش واحد الازمه اللي طحت فيها الخوج اللي هي راكم عارفين بلا ما يحتاج نعاود نقول لكم الازمه اللي طايح فيها الخوج. وكي قلت لكم في الفيديو اللي فات الخوج برا عنا اللي بغى يساعدنا مساعده، انا ما كنقولش لكم عطيوني الخوج، كنقول الناس اللي بغاو يتساعدوا معنا ماشي تعطيوني، ما قلت لكم شعطيوني الخوج، ما كنبزش عليكم انكم تعطيوني وما كنطلبش، انا كنقول الناس اللي كيحبونا والناس اللي باغيين يتعاونوا معنا هما اللي غيصيفطوا لي، انا ما غاديش نقول لك ارى ليا بزاف بزز منك تعطيني ولا بزز منك هادي. هاد الشيء اللي كاين اخوت هاد الهضره هادي كنقولها لان كاينين شي وحدين كنشوفهم كيفكروا في هاد الافكار اللي خايبه الخوج. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك بركه من السعايه، حنا ماشي كنسعاو الخوش، حنا راه ماشي كنسعاو السعايه، عرفتي شنو هي؟ كون بغيت نسعى كرا بزاف د الحوايج غنمشي انا ندير بزاف د الحوايج، غنمشي حدا الجامع، غنمشي حدا هادي، غنمشي حدا هادي، غنمشي، علاش غادي نمشي نسعى الخوش؟ انا اصلا كون بغيت انا شي حاجه خير عطى الله السطوحه، عطى الله بزاف د الحوايج، نشفر انا من السطوحه هادي نكريسي عباد الله هادي، ولكن لا داكشي ما يبغي الا الله لا عبدو الخو، داكشي ما يبغي الا الله لا عبدو. الطريق المستقيم اللي خصك تمشي فيها ديال الله سبحانه وتعالى احسن حاجه هي انك تكون غادي ديريكت، فهمتي؟ ولو يا ربي تسمح لنا ما كنصليوش، ويا ربي دير لنا ربي شي تاوي ديال الخير وغادي نوليو نصليو الخوت، ولكن ما كندوش ديال الناس وما كندوش ديال ولاد الناس وما كندوش ديال بنات الناس. علاش؟ لان حنا تربينا في واحد المجتمع الخوت اللي ماشي ما فيهش السرقه وكذا، ما تربيناش اننا ندو ديال ولاد الناس وبنات الناس، فهمتوا؟ الخوت ما عزيزاش عندنا الحق على الخوت، حنايا بحالنا بحالكم حنا كاع ولاد الشعب، فهمتوا الخوت؟ ولكن حنا ما كننافقوش، الحاجه الوحيده اللي كنديروها الخوت كنديروا اي حاجه على ودكم نتوما الخوت، حنا ماشي من داك النوع اللي غادي نديروا فيديو حتى النهار نكونوا فرحانين وضاحكين وكذا وكذا، كنشاركوا معكم الخوت، كنشاركوا معكم كاع الحوايج، كنشاركوها معكم الخوت كاع الحوايج، حنا ماشي كنجملوا الخوت كنمشيو نقولوا لكم حكا راه مشينا هكا عاوننا هذا وعاوننا هذا وعاوننا هذا في الفيديو كنقولوها، وفي الواقع كتلقى داك الشخص اللي كيقول لك عاونت هذا وعاونت هذا وعاونت هذا، في الواقع كتلقى ما كيساعد حتى شي واحد، كيدير داك الشيء غير في الكاميرا الخوت. حنايا كنجيوكم بواحد الوجه اللي صريح، حنا ما عندناش جوج وجوه، حنا ما عندناش جوج وجوه الخوت، حنايا ما عندناش جوج وجوه، حنا كنجيوكم فواحد الصفه اللي صريحه، عندنا راه عندنا، ما عندناش راه ما عندناش الخوت، الا جيتو تفهموا. اما بالنسبه للناس اللي لقاو هادشي يعني لقاو السبه وكذا بزاف الحوايج، انا اخوتي اقسم بالله كنحلف لكم بالله لانكم كان عندي والله ما عمرني غادي نقول لشي واحد يساعدني، ولكن مزيان خصني نعرف انا بالنسبه للناس اللي غيساعدوني، راه كاينين الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن، كاين الناس اللي في فرنسا اللي في ايطاليا اللي في باري اللي في انجليز اللي بزاف الحوايج اللي في المانيا اللي بزاف الحوايج، الناس كنلقى الناس اللي متابعينا. كنشكركم الخوتي من هذا المنبر هذا، وهنايا كنت لكم كون بغيت نشفر الخوت راه بزاف تحت الله طرقات باش نجيب الفلوس، ولكن لا عرفتوا علاش؟ لان عندي هذه البنيه هذه خصني نربيها احسن تربيه الخوت، لان انا عندي هذه البنيه هذه خصني نربيها احسن تربيه، فهمتوا الخوت؟ كما غنبغي راسي غنبغي ولاد الناس على الخوت، كما غنبغي راسي غنبغي ولاد الناس، انا ماشي من داك الشخص اللي غنقول لكم غير راسي وما كنفكرش في ولاد الناس، بالعكس اي مجتمع كنكون فيه انا الخوت، اي كليكه كنكون فيها انا ما كندويش على راسي الخوت، كندوي على المجتمع كامل، فهمتوا الخوت؟ انا ما كندويش على راسي، كندوي على المجتمع كامل. بالنسبه للناس اللي كيشدوا ضد واحد الحوايج اللي سميتو، راه انا الخوت كون كان عندي الله يرزيني، واخا ما خصنيش نقولها الخوت، الله يرزيني من هذه البنيه هذه اللي عندي الخوت، وكان عندي ولاباس عليا وهادي وهادي، والله ما غادي تلقاوني كنقول لكم تعاونوا معايا الخوت، ولكن راه كنقولها لكم راه ربي اللي حاس بيا الخوت، ربي اللي حاس بيا، ها الكرا، ها ليكوش، ها الموضو، ها الحليب، لان ايا ما عندهاش حليب الخوت، غا هادشي راه كافي بلا ما نحتاج نقول لكم الخوت، يعني بزاف د الحوايج اخلاها الله الخوت وصافي. اذا هادشي اللي بغيت نقول لكم برا حنايا، يعني ربي بحال عطاني درس على ود ديك الميكا اللي دخلت انا لهنايا للدار وبنيتي ما خفتش عليها، ما غاش نقول لكم الخوت، ما عرفتش انا ما حسيتش براسي حتى دخلت ديك الميكا، انا دخلتها بواحد الغلط الخوت كنسحب لان ايا دايره ليا برانك بديك الميكا، ملي دخلت وسولتها قالت لي لا راه ما كاين لا برانك لا والو، تما بحال ضربني شي واحد بشي قرطاسه، داكشي اللي وقع على الخوت
كنت غنفتحها على والو حتى قالت لي هي لا 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 كون فتحتها كون مصيبك حلا خوت كون شي حاجه طراش، ولكن ربي معانا الخوت، ربي معانا. وبالنسبه للناس اللي كيساعدونا وكذا سير الله يجازيكم بخير الخوت، والله يسهل عليكم، والله يرحم بها الوالدين الخوت. واخا راه مازال ما جاتنا حتى شي مساعده الخوت من جهه الناس اللي كاينين، كاين اللي كيقول لك بلاتي غدا بعد غدا بعد غدا، ولكن ماشي مشكل الخوت، ربي اللي كاين. حنا راه ماشي كنرفضوا على بنادم يجي يعطينا، راه ربي اللي كيكتب علينا بنادم. نتوما ولو كتشوفوا راه كاين ربي هو اللي كيكتب شي شخص منكم يجي يساعدنا، راه ماشي كلشي كيجي، ولكن ربي كيجيب واحد الشخص حتى كيجي عندك حتى عندك يصيفط لك ميساج يقول لك بغيت نساعدكم وصيفط لي السميه والكنيه ديالو. اذا ماشي انا اللي كنجيبو، راه ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيكتبوا لي الخوت. وبغيت نقول لكم كنشكركم كاملين الخوت لانكم وقفتوا في جنبي ملي كنت مريض وهادي، ولقيت بزاف الميساجات في انستغرام ولقيت بزاف الميساجات في واتساب ولقيت يعني، ولكن رغم ذلك الخوت باقي مطحطح انا شويه وباقي مسخسخ، ولكن كنوعدكم ان القدام ان شاء الله غتبقاو تشوفوا فيديوهات وهادي وكذا، وتشوفوني في احسن صوره، وتشوفوا الايه في احسن صوره، وتشوفوا نور في احسن صوره. وربي كبير الخوت، شنو غنقول لكم؟ ربي كبير. بالنسبه للناس اللي بغاو يساعدونا راه قلت لكم النمره غتلقاوها في كومونتير، راه كندير ليها كتلقاوها في الكومونتير الاولاني غتلقاو فيه نمرتنا، ولكن هذيك النمره ما فيهاش ابيل الخوت، فيها غير الواتساب. دخلوا عندنا اللي ما دخل وما عرفش كيفاش يدخل الواتساب، ما طلعتش ليه فيها الواتساب، يصيفط ليا في كومونتير وغادي نعطيه، غادي ناخذ انا نمرتو ديك الساعه في بريفي وغنهضر معاه. هادشي اللي كاين الخوت والغالب الله، وكنحبكم كاملين اقسم بالله حتى كنحبكم كاملين، وداكشي اللي كنبغي راسي كنبغي المجتمع كامل، كنبغي لك انت وانتي وانتي والدريات كنحسبهم خواتاتي والدراري كنحسبهم خوتي، وكاع الامهات راه والدينا وكاع الاباء راه والدينا. انا ما كنفرقش الخوت، وهذا هو هذا هو الميساج اللي بغيت نوضح للناس. اذا بلا ما تبقاو تشفاو الخوت، لان شحال من واحد تشفى وكيجي واحد الوقت وربي كيعطيك اكثر من داك التشفى باش كان كيتشفى هو على عباد الله. اللي تعجبت بلا الخوت كما قالت اذا الا كانت عندك شي مصطلح زوين وكانت عندك شي يعني شي يد ديال المساعده، ساعد الناس، لان ربي ما عرفش من هنا قدام شنو غيعطيك. واخا تعطي انت اليوم عطيتي 100 درهم، اليوم عطيتي 200 درهم، اليوم عطيتي 1000 درهم، راه ربي غيخلفوا لك ان شاء الله بزاف الحوايج. هو ما غيبينوش لك الله سبحانه وتعالى في ذاك النهار ولا الغد ليه ولا كذا، ولكن ما تعرفش ربي شنو غيكتب لك الخوت. ما تعرفش تكون صدقتي واحد الصدقه اللي منها غتدخل الجنه، شكون اللي قال لك؟ باش غتعرف نتايا؟ ربي اللي عالم. شحال من واحد على مشعلقه كتسمع برا دخل الجنه واحد القط ومذكور في القران. هادشي اللي غنقول لكم الخوت، واسمحوا لي بزاف على هاد الديرونجمون هذا، لانكم كتعيشوا معايا واحد الازمه اللي كتشوفوني انا طايح فيها بزاف. وربي كبير الخوت، هادشي اللي غنقول لكم ربي كبير. الحمد لله خوتي، كنطيحوا كنعاودوا نوقفوا، كنعاودوا نطيحوا كنعاودوا نوقفوا، كنعاودوا نطيحوا كنعاودوا نوقفوا، ولكن ربي معانا وربي ما مخليناش بلاش. ربي راه كما كتب علينا الحاجات اللي هما قاصحين، رب كتب علينا حتى شي حاجه زوينه، وانا كنامل بان الله يمهل ولا يهمل. والحمد لله خوتي، وكل شيء بيد الله، كل شيء ممكن بيد الله سبحانه وتعالى. دونك الخوت ما تبقاوش تشفاو، ما تبقاوش تضحكوا على بنادم، ما تبقاوش ديروا فيها راكم نتوما عايشين بخير وهاش من حاجه. علاش؟ حيت انا راه كنت عايشه ماشي بخير، كنت عايشه بحال الاميره في الدار عند الوالده والوالد الله يذكرهم بالخير. من هذا الفيديو هذا كنت عايشه اخوتي واحد الحياه، اللي اش غنقول لكم، والله حتى كلشي كان كيشوفني عايشه كان كيقولوا ناري كون غير كنا بحالك، كون غير كنا بلاصتك، هادي علاش كان عندك والديك بحال هكاك، هادي تخيلوا اخوت لدرجه تقسم بالله كان كيجيب لي الطاكوسات ماكدو، ما كان مخليني نقول احمد حتى حاجه قسما بالله. حوايج اللي كان كيلبسني المدرسه اللي كنت كنقرا فيها كي دايره شحال من حاجه، والحمد لله الخوت ربي حيد ليا شحال من حاجه ورزقني ببنيته ورزقني بهذا ولد الناس. انا غنصبر معاه، ما عنديش المشكله الخوت، نعيش انا وياه باش ما قسم الله، وما عنديش المشكله. وبرد ديال هادشي محطوط من الصباح قسما بالله اخوتي، والحمد لله. علاش؟ انا راه ماشي من داك النوع اللي نطمع ولا شي حاجه، حيت كبرت في الخير وكبرت في العز، ماشي ما كبرتش مشتاقه، فهمتوا؟
دونك الخوت الحمد لله والشكر لله. ومن هذا الفيديو هذا كنقول عافاكم ما تبقاوش تشفاو، حيت شحال من واحد تيكون عايش شي حياه اللي ما عرفش كي دايره وكيولي عايش حياه اخرى كتقلب كلشي. ولا شفتوا الفيديو راه بان الدار الوالده والواليد وشحال من حاجه. دونك الخوت راه من الدار تعرفوا واش كاين، وراه ماشي مشتاقه، وراه ماشي طماعه، وراه ماشي كنطلب، وراه ماشي كنسعى، راه انا ما لقيتش الجهد باش انني ندير شي حاجه. وانا لاج ديالي باقا صغيره في لاج كنخرج نخدم كتعرف تحرج شحال من حاجه. سفيان ما لقاش خدمه، السيفيات هنا وهنا وهنا، كيمشي شي سناك كيقول لهم الا بغيتو ليفرور انا نجي ليفري ليكم، انا هادي انا هادي، والو والو صافي. دابا نعيطوني مشى ما بقاش يعيطوا لينا، انا نعيط لكم هادي، دابا نعيطوا لكم، دابا نعيطوا لكم هادي هادي هادي، والو واش ما لقيناش خدمه كاع. درج واحد الريستو مشينا لي انا وياه، قلت لهم انا ندير لكم الميناج وسفيان يخدم عندكم ليفرور باش نخدموا انا وياه. قالوا لينا واخا ما بقاوش عيطوا علينا الخوت. اذا حنايا ما بدنا حتى حاجه، الرزق هو الله، الرزق بيد الله. او خوتي غنقول لكم اللي بغى يساعدنا راه النمره غادي نخليها لكم في كومونتير، والله يجازيكم بخير حيت كتسولوا فينا وشحال من حاجه وهادشي اللي كاين اخوتي. المهم خوتي ان الله فراسكم وربي كبير كما قالت آية، ونبغيكم تشوفونا في احسن بزاف الحوايج ان شاء الله، من هنا قدام غادي تعرفونا خوت عليها وهادشي اللي كاين الخوت. وتهلاو لي فراسكم، كنبغيكم من القلب.